بس يا بنت تويل، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حدي وهي يلا بقى كيش حدي ماشي يا فتيه. يلا يا بنت غوري خطفي الرجاله، طلع امك بخيت. زي ما قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا يا رجاله، ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلها ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. يلا بينا يلا بينا يا رجاله يلا بينا. شفتك وانت بتوزعي البنات صحباتك، يعني بتوسعي سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا، فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه، سنه سخنطاته كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين اول لبحي؟ في ايه؟ غراب بين اول لبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزبه اللي ورا دي. بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل نكرر. اه يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من جوي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة ما شافك حدف يبين. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا اوعي تقول على نفسك خدامة. لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوحى. انا عارفة اسمك. النبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي؟ لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد بيقول لي سليبي يعني. اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ النبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سليبي، بقدرش اقول لك ليبي، سليبي. عشان انت مهذبه. ايوه فتقول سليبي بدل ليبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي توهي ده غلس قوي. تعالي مفيش هنا اي كفع شوب. كفع شوب؟ او انزا رال. في كوسه شاب او في انزا رال؟ تقصد دروة؟ دروة؟ ايوه ليون عليا احكام ولا ايه؟ بس ماشي دروة دروة يعني. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين كفر التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. بصر بالدنيا. بصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون نوخر زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فيه ليه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحينية. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلوة طحينية؟ ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه. امال ايه واخد الكنز حجي؟ قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد، واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك.
هو عامل كام عشان خاطر يتعمي؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه، تلاقيه مديون مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رمامي عند محمد ابو سويد. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا لا لا، بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفعي الكلفت، ها ارفعي الكلفت بيني وبينك كده، وشيلي السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش، انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز من اساسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. الدنيا شغالة هناك. كان صحيح حكاية الكنز يا ولاد؟ ايه يا بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخده انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي بقينا دي، عيش يا بت هنغنغك، بصي هلبسك لؤلؤ في بقى في بقى في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبينا. خلاص. هاجي معاك. انا لا فضلي عيل ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند، وشك قريب منهم كيوت. وش الكيوت؟ دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات، ده يعني حاجة هقول لك انا عليها في القريب اللي هنستعجل يعني. عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. انا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابية والعبابة والجزبة. واضح ان اصل ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس انا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك دي يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه هتخرصي، لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبنيش يا سليبي. يا بنت انت كرهتني في السلبات. عاش يا زعيمي. الناس دول عاش يا زعيمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا اولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. يا أيها الزعيم. أيوه. لقد حررتنا وأكرمتني. أيوه. صلاح الدين بعث من جديد. أيوه. صلاح الدين حررني القدس من الصليبيين. أيوه. والزعيم حررنا من الإنجليز. أيوه. طبعا. العين لا ترى سواك. أيوة. والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك، بس أنا أصل أنا عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك. أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة. أيوة إحنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة. أيوة لازم نحتفل بيه. أمال إيه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. ويحيى الليمبي. نموت نموت ويحيى الليمبي. أيها المصريين الأحراز. أيها المصريين الأحراز. أيوة. وخذوكم ولدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا. أيوة. من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لأنهم خلوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثورة. أيوة صحيح. مش كده ولا لازم نتكلم في حاجة زي كده. ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. أحسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. أبدا. لازم يبقى مش أقل من 35 لتر. أيوة طبعا. حاجة مش المفروض كده. أيوة. أمال إيه؟ انظروا للحنفية. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟
مفيش ماء، مفيش ترعة، مفيش ترعة ناشفة، الترعة جفت. أيوه يعني احنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ طبعاً. ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعاً. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعة حول على المالح. 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 بقي بيوجعني. ليه؟ أنا لسه بيوجعني. ليه؟ بقي بيوجعني من مشي امبارح. يلي على الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقي بيوجعني. انتوا ايه؟ معلش كلام، معلش كلام. ما هو ده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لو مش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. ايوه عشان عشان بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا يا ابني كلامك صحيح. ممكن ما تستناش الناس كزعيم. كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ده ما يصحش طبعا. طبعا. يلا بنت اجرمش. لا لا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي. طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه اللي انت فيها. راجل اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازما ولابد تتغندر وتبنجي. الدب اهل البلد كلمتها اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاش زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. آه. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراه كل رجل عظيم لحنيه. قال لي يا سلبي. ايوه. هي ايه اللحبيه دي؟ عمال تقولي لحبيه لحبيه شكلك متعكسني. يا بنت هو انا شادي لك اللحنيه بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ اه ايوه ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانه بيك قد ايه؟ رقص وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بالزلطه. اه طبعا هوا بقى وهو وترت ترت هوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيط البنت دي ولا ايه؟ بقول لكم انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل؟ ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقول لك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العم دي غير هناك. لا 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 عم لا انا عايز حته ثانيه مكنفه كده اداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير ال كده. لا لا مش من مقام. يلا لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي.